أسعد الله صباحكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: رمضان يطرق الأبواب، كيف تستعدوا له؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. أقل ما أن ينظر إليه الإنسان إلى ما تصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقبل شهر رمضان، ماذا فعل في آخر جمعة من شعبان؟ فعل فعل رسول الله يختلف عن باقي الأفعال في استقبال الشهور الباقية من أشهر السنة، حيث خصص خطبة مباركة لاستقبال شهر رمضان. قال: أيها الناس، أقبل علينا شهر رمضان. ما مفاد الخطبة؟ ليس بنصها. أيها الناس، قد أقبل علينا شهر رمضان، شهر، هذه واحدة من المفاصل المهمة التي تهم جميع المجتمع في إفادتها، أنه شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل الكرامة على الله. الله، هذا غير منزلة هذا. إذن الإنسان عندما يدخل إلى ضيافة الله يدخل كريما معززا، يكون محصنا بقضايا معنوية وقضايا تؤهله أن يكون ضيفا في هذا الشهر. فأكو أمور مادية، أكو أمور معنوية، يعني قدر مستطاع اللي يطلبوه ماديا يصفي ديونه وياهم، زين، اللي عليه لهم مستحقات وهو مستطيع اداء هذه المستحقات، هذا الاسبوع، هذا اليومين بعد عنده فرصه انه يروح ينطي حقوقهم، يصافى ويا من عليه ولو بعض الشيء. استعد لشهر رمضان المبارك، التقرب إلى الله أكثر، قراءة القرآن أكثر. أهم شيء بشهر رمضان قراءة القرآن، من أكثر الأعمال المهمة قراءة القرآن. يعني نفرض، خلي أقول لازم أكمل الأجزاء 30 جزء كل يوم، أقله كل يوم جزء 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 حتى 30 جزء أكمله بخلال شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يجب علينا أن نتمسك بكلام الله سبحانه وتعالى، ونتمسك بأقوال الرسول وبالأئمة عليهم السلام لحضورنا للتهيئ لهذا الشهر الفضيل، لأن الشهر رمضان هو من أفضل الشهور، وفيه هناك من إنسان عندما يسعد نفسه ويبعده عن الرذيلة ويقربه إلى الفضيلة من خلال الأعمال الإيجابية والمستحبات كثيرة في شهر رمضان، والواجبات أيضا فيها كثيرة. ويجب حتى أنه على الإنسان الذي غير متعافى يجب أن لا يجاهر بالإفطار، لأنه طبعا هو الجهر بالإفطار هو جريمة كبرى، لأن شهر مقدس، شهر فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، شهر يجب أن الإنسان يفرغ نفسه من كل ما موجود في حياته من ذنوب. هناك كثير لدينا كثير من الذنوب وكثير من السلبيات في حياتنا اليومية. يجب استعداد لشهر رمضان، استعداد روحي يكون قبل استعداد الجسد، التحضر للعبادة، الابتعاد عن مراكز اللهو واللعب والعبث. استعداد الروح يكون أفضل استعداد، يعني تكثير العبادات، لأن حتى نفس الصائم عبادة هو، زين، فيعني يكون استعداد روحي وجسدي وعقلي وكل جوارح الإنسان يكون يستعد للصيام. إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.